نداء من الأب منوئيل مسلم إلى الفصائل الفلسطينية. قلبك سلاح بحجم قبضة يدك، استمر بالقتال، استمر بالحب. نحن نحب الفصائل لأنهم شعبنا، ولكننا نحب القدس أكثر لأنها وطننا. بعض الفصائل ابتعدت عن بعضها، وبالتالي وحتما ابتعدت عن القدس وشعبها. واليوم كادت القدس بعد ضمها أن تفلت من أيدي شعبها، وقد تعبت هذه الأيدي بل وهنت قوتها. الشعب الفلسطيني اليوم يستمع إلى المناكفات والطعن والتشهير بين بعض الفصائل. يا أهلنا، لا تحزنوا قلب القدس والأقصى والقيام بالبغضاء. سلاحكم هو قلبكم، استمروا بالنضال كل بأسلوبه من أجل التحرير، ولكن استمروا بحب بعضكم من أجل القدس وشعبكم. إن لم تستطع القدس حتى اليوم رغم قوتها الروحية والوطنية أن توحدكم، فنأمل على الأقل أن تجعلكم تصمتون، والصمت هو سلاح القوة المطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.